وصلنا إلى فقرة الاستضافة، وضيفنا اليوم صانع المحتوى عفيف المخلافي. أهلا وسهلا فيك عفيف. يا أهلا وسهلا أستاذ فنان، حيا حيا. الله يحييك عفيف. عفيف، بداية لو تعرفنا عن نفسك كما تحب أن تعرف. أنا عفيف إبراهيم حمود المخلافي من تعز، مواليد 92 سبتمبر، مهندس برمجيات، أدرس في الصين ماجستير حاليا، هاوي تصوير وتوثيق لحظاتي وأرشفتهن، يعني مش تخصصي الإعلام. أيوة جميل، لكن إحنا الآن استضفناك على أساس أنك صانع محتوى، فأنت بدأت تشتغل في اليوتيوب وتشتغل على اليوتيوب، فمتى بدأت في عالم اليوتيوب؟ متى دخلته؟ أول فيديو كان لي في اليوتيوب في 2011، كان من إخراج وتصوير بكر الربع، أخو محمد الربع، وفي لحظتها وصل المشاهدات إلى 4000 مشاهد، يعني اعتبر هذيك الأيام حاجة هاي يعني. ففترة توقفت إلى السنة الأولى، ومجرد ما دخلت الصين بدأت بسلسلة رحلتي إلى دولة الصين. جميل، طيب إيش اللي خلاك تختار هذا؟ أختار المجال هذا؟ أيوة. هو ما اخترتش يعني اختيار، أنا بالبداية أنا أحب التصوير وأحب أوثق كل لحظاتي وأشتي أرشيفهم، أشتي كنا أرجع لهم بأي وقت، أو أي صديق سألني كيف خرجاتك، كيف الصين، كيف كذا، أرسل له الرابط. جاهز الفيديو؟ ممتاز. طيب أنت تعتبر بدايتك كانت في 2011 ولا البداية الآن؟ مع دخولك للصين وبدأك التوثيق رحلتك في الصين. البداية تعتبر من دخول الصين، لكن كأول فيديو سألتيني كان في 2011 في أيام الثورة. أول مقطع لك في منذ دخولك للصين؟ أول مقطع لي في دخول الصين كان في سبتمبر السنة الماضية. جميل، طيب أكيد أنت تتابع اليوتيوبرز الآخرين، من هو اللي تأثر فيه؟ يوتيوبرات اليمنيين مثلا، معك العم ناجي اللي عرفته اللي في الامارات، عز الدين عارف، مازن الثقاف، سهيله وغيرهم. طب اكثر مقطع انتشر لك الان بدون حق 2011؟ حاضر. اكثر مقطع انتشر لي حق الجسر الزجاجي هنا في الصين، لو اكيد قد سمعتوا عنه، جسر بلغ 300 متر طوله والزجاج شفاف معلق. فالناس زي اللي يعني حصلوا واحد يمني نعرفه راح صور المكان هذا كأول يمني يصوره يعني، فانتشر بشكل كبير. وكم كانت عدد المشاهدات؟ انتشر أكثر شيء بالفيسبوك كثير، وصلت يعني أنا أعتبر كيوتيوبر في بدايتي يعني وصل يمكن 4000 5000 كذا يعني، مش كثير. جميل جميل، كم عدد الاشتراك في قناتك؟ في اليوتيوب قليل يعني، هذا كبداية بالمئات. طيب الآن نروح نشوف مقطع من مقاطعك في اليوتيوب ونرجع نكمل الكلام معك. بسم الله. دقاقي في العالم دقاقي. حاجة تخوف بس مذهل، والله مذهل جدا. جايو. Okay, sing that song. No, I'm doing bad. Yeah. You. يا ليالي يا ليالي. قالوا إن. No, you will do it. Okay. يا ليالي يا ليالي. قالوا إن الحب حالي. قالوا ويندي حبي حالي. Look at this, look at this. Yeah. He's bad boy really. عفيف، شفنا الفيديو حقك وبوجود أصدقاء أجانب لك في الفيديو، الدليل أنه أنت ما تستهدفش اليمنيين فقط، فإيش هي الفئة اللي تستهدفها في حقك المحتوى؟
والله زي ما قلت لك، انا ما كانش عندي هدف ان انا مثلا اصبح يوتيوبر او اصبح مشهور او كذا، يعني كان بدايتي ان انا اتصور كل ما اسويه، اوثق كل لحظاتي الجميله واجمعهن في مونتاج، عندي خبره بسيطه في المونتاج وانشرهن. فلقيت الناس يعني حبت هذا الشيء، حبت هذا الشيء ويقولوا زيد وزيد وزي كذا واستمر، فهذا اللي خلاني يعني اواصل. وتحس نفسك ماشي في الطريق الصح؟ والله الى الان ما فيش حاجه مفيده اقدمها لنا صراحه، اللي يشوف كل قناتي كلها مرح وضحكه وكذا، فاتمنى ان شاء الله في الايام القادمه اقدم محتوى مفيد وهادف ولدي فكره في راسي يعني ان شاء الله. جميل، هذا يقود الى السؤال، انه من وجهه نظرك ايش المعايير الاساسيه لاي محتوى يوتيوبي ناجح؟ الفكره اول شيء، اي المحتوى يعني اول شيء الفكره تكون قويه، يكون شيء جديد، يكون الشخص يظهر ذاته، يعني ما يحاول يقلد اي شخص اخر، العنوان، يعني اشياء كثيره. جميل، هو التميز هو المطلوب. طيب الى الان كيف تقيم تجربتك في اليوتيوب؟ في اليوتيوب يعتبر عندنا كبدايه يعني، والى الان يعتبر النجاح مش ولا بد بهذا النجاح القوي، لكن ان شاء الله في الايام القادمه يعني، واعلن عن طريق قناتكم قناه بلقيس، يعني بيكون انا وزوجتي ان شاء الله بنكون نعمل دويتو مع بعض ونسوي حاجه قويه ان شاء الله، شغل محترم. ان شاء الله منتظرين، احنا منتظرين ونشجع هذه الخطوات. طيب انت وصل في واحد من فيديوهاتك وصل الى 4000 مشاهده، هل تعتبر انه عدد المشاهدات لمقاطع اليوتيوب هي معيار لنجاح صاحبها، او بس زي ما قلت الفكره؟ نعم تعتبر عدد المشاهدات، مش اللي عندنا بس يعني، العالم كامل يعني معترف بهذا الشيء، يعني عدد المشاهدات يعتبر يعني الرجل ناجح ولا مش ناجح يعني معيار. لهذا السبب قلت لك اعتبر نفسي يعني مش انا ناجح بالقدر هذاك، عدد مشاهداتي مش بالكم الهائل. انت عادك في البدايه كمان، من 2011 بالضبط الى اليوم، ما هي اكثر او ما هو اكثر عائق واجهك وكيف تغلبت عليه؟ والله اكثر عائق انتقادات، يعني بالذات عندنا في مجتمعنا، يعني في بعض الناس يعني مش يعجبهم ينتقدوا على اي حاجه، يعني قد هوايتهم الانتقاد. مثلا انا هنا في الصين انتقد ليش تطلع بنات معك، طيب المجتمع اصبح كذا، وعندنا حتى العرب هنا قليل يعني وغيرها يعني، وليش شعرك كبير، ليش كذا، يعني يدور انتقادات من ولا شيء. الى جانب الثقه بالنفس، هذا يحتاج الى جهد كبير للتغلب عليه، كيف تغلبت على هذا التعليقات وعلى هذا الانتقاد غير البناء؟ اي والله كله تطنيش والله، زي ما يقولوا اسمع من هنا وخرج من هنا. جميل، واذا واحد رفس يعني قابلنا الله يحفظهم بلوك. طيب انت كشخص مبتدئ، اذا كان معك نصيحه عن تجربتك يعني حتى لو كانت قصيره، اذا في شخص يشتي يدخل عالم اليوتيوب ايش تنصحه؟ انصحه يبدا، اول شيء يبدا وبيحصل احباطات وكذا، لا يلتفت، يمشي قدام زي ما يقولون. جميل، وطموحك عفيف، ليش توصل؟ والله طموحي انا في مجال عملي، انا مهندس برمجيات، وافكر ان شاء الله ان افتح شركه في المستقبل، يعني ولو المستقبل بعيد، وباذن الله تكون في اليمن، تكون البلاد تصلحت، اتمنى ذلك ان شاء الله. اشكرك جزيل الشكر عفيف المخلافي صانع المحتوى، ونتمنى لك كل التوفيق لك ولزوجتك، وننتظر الفيديوهات اللي تجمعكم مع بعض ان شاء الله. شكرا جزيلا على الاستضافه، شكرا لك كل طاقم كيبورد وللاستاذه الهام ولك شخصيا. شكرا لك، احتفظ بهذا النشاط. الله يحفظك، شكرا جزيلا. شكرا لك.